مبارك سعيد، إن شاء الله يدخل عليكم بصحة وسلامة طول العمر. أول حاجة نهضروا على التخزين ديال اللحم نهار العيد بعد الذبح، خاص ضروري خصوصا دابا حنا في يعني الجو شويه سخون، دونك نحاولوا ما نخليوهش في الحراره ديال الغرفه ولا في شي بلاصه اللي هي سخونه. والافضل اننا من بعد الذبح يبقى واحد شويه نقطعوه طروفه شويه كبار، يعني واحد ربعه نص كيلو، وندخلوه للثلاجه ينشف في وسط الثلاجه حتى الغدا ليه، وديك الساعات نقدروا نزيدوا نقطعوه، يا اما نستعملوه نطيبوه او لا نخزنوه في المجمد. اللحم في الثلاجه كيجلس 5 ايام كحد اقصى في درجه حراره قل من 3 الا كان المبرد مزيان، يعني كيبرد مزيان. كان المبرد ما كيبردش مزيان او لا كنحلوه نسدوه كل مره، من الاحسن نخزنوه مباشره في المجمد. بالنسبه للمجمد اللحم يقدر يبقى بين 9 شهور حتى العام. النصيحة اللي نقدر نعطي بالنسبة للتجميد هو أننا نقطعوا اللحم طراف، الكمية اللي غادي نحتاجوها داك النهار ملي نبغيو نطيبوه على حسب العائلة شحال فيها، دونك نديروها نلويه في غلاف بلاستيكي أو نديروه في أكياس بلاستيكية اللي خاصة بالتجميد، ونحاولوا ما نكدسوهاش باش نخليو داك التيار ديال البرد منين يدوز باش يبرد لنا اللحم بشكل متساوي. ملي نبغيو نخرجوا اللحم من المجمد باش نستعملوه، ما كنخرجوش ونحطوه في الكوزينه باش يذوب، كنخرجوه الليله وكنخليوه يذوب في الثلاجه، ونحاولوا نحيدوه من داك الكيس اولا داك نحيدو داك الغشاء البلاستيكي اللي غطيناه به، ونديروه في شي حاجه اللي يعني يقدر داك الماء ملي يذوب يقطر، دونك اللحم ما يبقاش عايم في داك الماء في ديك الليله اللي غادي يذوب فيها. والغد ليه نقدروا نحيدوه من الثلاجه، طيبوه عادي عاد نقطعوه الى اخره. بالنسبه للكفته او اللحم المفروم، هذه من الاحسن ما نطحنوهش من الاول، نخليو اللحم هكذاك صحيح حتى نبغيو نطيبوه وديك الساعات نطحنوه، اولا الا اضطرينا. دونك الكفته ما كتفوتش 48 ساعه في الثلاجه الا كانت كتبرد مزيان، ما كانش كتبرد مزيان 24 ساعه كحد اقصى، وما كنديروا فيها لا بصله لا توابل لا حتى شي حاجه حتى كنبغيو نستعملوها. في المجمد الكفته كتبقى كحد اقصى 3 شهور، ونفس الشيء ما كنخرجوهاش نخليوها تدوب في حراره الغرفه، كنديروها في الثلاجه اولا نقدروا نطيبوها مباشره، يعني نخرجوها من المجمد ونطيبوها مباشره، لان اللحم والكفته وهذا يعني هاد المواد الغذائيه سهل بزاف باش البكتيريا يتكاثروا فيها، دونك يقدر يعطينا تسمم. ايضا خاص اللحم يكون طيب مزيان، من الاحسن ما نخليوهش شويه خضر ولا هذا، يعني الحراره تدخل له مزيان. وهادشي اللي كاين بالنسبه للتخزين. ما تنساش تابونا في لاشين وتاكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.